السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. لايف جديد كده بس سريعا، يكون في أخبار سريعة. النهاردة طبعا كانت أكثر من محاكمة موجودة، يعني كان في أكثر من محاكمة عندنا يعني في نادي الزمالك. مش عارف ايه الحظ، لا العادة الحظ العسر ده يعني في المكالمات، في المحاكمات مكالمات ايه. عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الحمد لله رحنا شوفنا الشركة اللي هنكون معاها، هنتكلم على أحوال الشركة والحاجات التانية كتير في اللايف شخصي بالليل، بس اتبسطنا جدا هنا. وكمان هنكمل اليوم معاكم في مباراة أصفهان الإيراني والنصر السعودي. هنشوف كريستيانو رونالدو في دبي، شوفنا في السعودية، هنشوفه كمان، شوفنا في الملاعب العالمية طبعا، شوفنا في الدوحة، وشوفنا فنشوفه بقى كمان في دبي. رونالدو أسطورة بكل مقاييس يعني، فتبقى فرصة ان احنا كمان نروح نغطي التغطية ديت. ثانية، الصوت كده مش بعيد ولا حاجة، مش مكتوب لنا تكمل على خير. أستاذة داليا، خلينا بقى أستاذة داليا نتعامل مع الواقع. 1+1=2، اللي حصل بقى ده عشان الناس خلاص بدأت تدخل اهو. 1+1=2 ما بيساويش 3، ماشي. 1+1=2 ما بيساويش 3، اللي هو ايه الوقت اللي خلاص انتوا خلاص كتبنا والناس عرفت ان في محاكمه بكره عاجله لثلاثي الزمالك. الخبر السريع علشان لو حد مش عايز يكمل معانا يعني، او الخبر السريع اللي بكره في محاكمه عاجله للثلاثي المحجوز هنا في من نادي الزمالك: دونجا، شلبي، كابتن عبد الواحد السيد اللي احنا في ظهره بشكل كامل، كابتن عبد الواحد بالاخص اللي هو عمره ما بيسيب ولاده ولا بيسيب رجالته. نادي الزمالك بيعمل بقيادة كابتن حسين لبيب بيقود يعني أصعب موقف ممكن يعدي على أي إداري في الدنيا اللي يكون موجود. والحمد لله اللي كابتن حسين لبيب كان متواجدا مع البعثة، لأن لولا وجود كابتن حسين لبيب كان ممكن يحصل مشاكل كبيرة. الإدارة ضعيفة ليه؟ ما فيش قرار نهائي. فين الضعف يا أستاذ أحمد؟ زي ما قلنا، خلينا بس نقول بكرة المحاكمة العاجلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ده اليقين يعني اللي وصلنا له من معلومات من الجانب الإماراتي قبل كمان الجانب المصري، إن بكرة هتكون في مصالحة في المحكمة العاجلة بكرة، وإن شاء الله بكرة يخرجوا إن شاء الرحمن. اللعيبة لسه ما خرجتش. بالنسبة للإدارة، الإدارة عملت كل ما عليها كأب لمؤسسة كبيرة. كابتن حسين لبيب عمل كل اللي عليها، كما عمل كل يا جماعة حوار الدية بتاع كابتن فتوح، بس لو سمحت حوار الدية بتاع كابتن فتوح لو سمحت ما حدش اتكلم فيه. في حاجات يا جماعة ما حدش اتكلم فيها. أنت مالك الدية 5 قروش 7 قروش 100 قرش 2 قرشين، ما حدش اتكلم فيها يا جماعة. ما حدش عيب يا جماعه، انا اسف مش قصدي حاجه وانتوا فوق دماغي وكل حاجه، ما حدش كان. انت مالك يا فندم؟ الديه كبيره، الديه معلش ده خارج السياق يعني، الديه كبيره، الديه صغيره، دي ديه بين طرفين، انت مالك يا فندم؟ هو اللي ارتضى، هو ارتضى يدفع وهم ارتضوا ياخدوا، ولا حد يقول كبيره ولا صغيره، ملناش دعوه. بس شكرا، سلام عليكم. نتكلم بقى، نكمل الباقي اللي هيحصل بكره، اللي هيبقى فيه تصالح. خلينا بس معلش دي كانت خارج، وهيبقى فيه تصالح. طيب الزمالك هيعمل ايه؟ الزمالك هيتدرب دلوقتي كمان شويه، والزمالك هيلعب الماتش، الزمالك هيلعب الماتش، لان زي ما قلنا امبارح في حاله انا في القرارين مفيش اي مشكله، ومجلس الاداره في القرارات اللي زي دي، في المواقف الصعبه اللي زي دي، لو اللي شاف بقى فيديو يوتيوب امبارح قلنا ان اي قرار مجلس اداره الزمالك هياخده هو اللي هيكون ايده اللي في النار. دي بجد مفيش حد يقدر يتحكم ويقول القرار صح القرار خطا، القرار صح القرار خطا. وانت قاعد يا فندم حضرتك، والله ما قصدي حاجه، وحضرتك طبعا سيد الكل و100 100، ولكن انت مش عارف حيثيات، مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف ايه التفريغات الكاميرات اللي حصلت، تمام، ولا عارف اي حاجه. فحضرتك لو سمحت سيب الناس اللي جوه النار هي اللي تشتغل. تاني نقطه، شكرا للتويت كابتن ميدو بالذات، لان تويت كابتن ميدو مثلا تبين قد ايه هو شخص مسؤول وخايف على مصلحه الزمالك وبيتكلم بشكل دبلوماسي محترم. فسيبوا الناس الموضوع عشان يتحرك هيتحرك بشكل دبلوماسي. فجو التسخين مش عارف ايه هنا او هنا في اي طرف، التسخين على اي حاجه ممكن يؤذي الناس اللي موجوده جوه، وفي نفس الوقت يؤذي اصلا نادي الزمالك. لان قلنا انسحاب في بطوله انت سافرتها، انت المره فاتت لما الزمالك ما انسحب من بطوله السوبر من سنتين كده، كان نادي الزمالك ما سافرش البطوله، وكان واخد موقف من الاتحاد المصري، فالاتحاد الاماراتي ما كانش له علاقه، والناس في الامارات ما كانش لهم علاقه، لكن انت جوه البلد وعايز تخرج. هل الانسحاب مثلا، طب انا هسالك سؤال، هل الانسحاب مثلا ها هيفيد اللاعبين في شيء؟ يعني هم اما الزمالك ينسحب ويبوظ لهم البطوله فيخرجوه، هيخرجوا له
هيخرجوا له الناس. فاكيد يا جماعه سيبوا بس الناس تشتغل، سيبوا الناس تشتغل، وان شاء الله دي كذا السفاره او كذا الاداره بكره ان شاء الله، ان شاء الله في تصالح. الزمالك لان ينسحب، الزمالك هينزل التدريب بتاعه عادي كمان شويه وهيدخل اللعيبه بقى فكه مش فكه، دي قدره جوميز، ربنا يسهل، وان شاء الله جوميز والناس اللي معاه واداريه نادي الزمالك يقدروا زي ما هم معودين دايما في الفترات الاخيره، ايوه اللي هم بيبقى فيه زي ما بنقول ايه سباحه ضد التيار اللي الزمالك بيعمله دايما. وانا بقول كده مش فخر زياده على اللزوم، اللي عايز يسمع كده يسمع، هو فخر انا بفتخر بناديه حتى لو هو درجه 10، بس اللي بيحصل اللي الزمالك بيعمله الفتره دي شيء من المعجزات، معجزه اللي الزمالك بيعمله. فمستنيين اعجاز اخر للفرقه بعد كل الاحداث اللي حصلت لها في اخر 48 ساعه دي، وان الشرطه تكون موجوده في الفندق، وان الشرطه تدور في الباص وهم ماشيين، بعدين تروح لهم الفندق والناس تروح وكباتن الفريق تروح، وهنلعب لا مش هنلعب، هندخل لا مش هندخل، جوميز زعلان مش زعلان، كل ده نتمنى ان شاء الله يكون دافع ايجابي للفريق، والناس تركز بشكل كبير جدا في 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 في, في المباراه. عارفين اللي ده مش كلام علمي، ها ده مش كلام علمي، ولكن هو ده اللي احنا دايما بننتظره من الزمالك الخارج عن الواقع والخارج عن العلم. انت قلت في اللايف، قلت من ما نسافرش فين، قلت ما نسافرش فين، مش عارف المهم ما علينا، ان شاء الله نفوز ونصلنا، يعني مش عارف ما نسافرش فين، مش عارف ايه، احنا جوه احنا جوه دبي. المهم الله اكبر، انا فين في دبي، رايح مين مباراه النصر واصفهان، دي نقطه. النقطه الثانيه كنا عايزين حابين نتكلم فيها ان الزمالك زي ما قلت لكم هيلعب، مفيش اي مشكله، خلاص ده خلاص الزمالك هيلعب ان شاء الله الرحمن، مفيش انسحابات، اللعيبه هتخرج بكره ان شاء الله، دي نقطه كانت مهمه جدا. بالنسبه بقى لفتوح اخر مره، اهو فتوح ممكن يسافر الامارات دلوقتي ولا صعب، يعمل ايه بقى لو سافر، يعني انت متخيل لو ركب الطياره يجي يلعب بعد بكره، بعد صعب يعني يا ريس، صعب جدا. بس اصلا هو على ما اعرفش القانون ايه، قانونا يبقى ايه موقفه، ما اعرفش، لان القضيه اتاجلت لنوفمبر، وقصه القضيه يا جماعه دي مساله شخصيه جدا جدا جدا، ممكن تقول كومنت على القضيه، ممكن تقول وافق ليه ما وافقوش بقى، ماشي حقك يا صاحبي، لكن الفلوس قليله، الفلوس كتير، احترموا يا جماعه خصوصيات البشر. هم بقى يمكن مش عارف، انا غلط اللي انا هقوله ده، يمكن الناس مثلا شايفه اللي خلاص يعني، فده وممكن وهكذا، انت بتدخل ليه؟ انت عارف مأساة الناس، مع وجع الناس، مش وجعهم، عارف قصتهم ايه، ممكن يعيشوا ازاي من غير ابوهم، فانت قاعد تقول لي كتير. انا لقيت كومنت بتاع حوار ده حتى في البوستات اللي فاتت كتير وكتير وكتير، على مش ممكن يعني، مش ممكن بصراحه يعني، مش متخيل اللي في حد يبقى بيكلم على ناس والدهم خلاص فارق الحياه، فبيقول ما نزيدش والنبي يا جماعه، الزي الجديد هيوصل هنا المفروض بكره يا فندم، زي حلو جدا، عجبكم كل اللبس اللي جاي، اللبس الجديد كله تحفه بامانه، نتمنى مصر بقت في الارض سنتياجو ده، يعني مش فاهم مصر بقت، لا مصر عاليه جدا يا ريس، وقصه قصه بقول لما مش عايز ندخل الهدوء، مش عايزين نتكلم في قصص دلوقتي، اي لان الزمالك، لا الزمالك يلعب وما ينسحبش، هو ده اللي هيحصل استاذ كريم، لان الانسحاب اصلا خلينا نشوف القضيه، هل الانسحاب هيفيد القضيه في اي شيء؟ لن يفيد القضيه في اي شيء. ف خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، واحنا معاكم لحظه بلحظه، معاكم بعد شويه في مباراه النصر، وهنبقى معاكم بالليل بقى في تغطيه كامله، بس احنا يعني معلش عشان طبعا الاضاءه والقصه، المغرب خلاص هيأذن هنا اهو، فالاضاءه مش افضل حاجه، معلش انا اسف طبعا، بس لحقنا لما عرفنا، ما دخلناش الا لما الموضوع اتاكد، دي واحد بس مش ده التاكيد بس، الا الحمد لله لما اتاكدنا ان ان شاء الله، ان شاء الله على الجانب الاماراتي والجانب جات لنا معلومه يقينيه يعني، اللي بكره في تصالح في المحكمة، وان شاء الله تخلص الموضوع ده على خير. شكرا للسفارة المصرية في الامارات، شكرا لكل الناس اللي في الامارات ساعدوا بشكل كبير جدا، شكرا كابتن حسين، كابتن احمد سليمان، استاذ عماد، كل الناس اشتغلت بجد في الموضوع ده بشكل كبير جدا، محدش قصر، لو قصر ماشي، معلش مصر مش عالية خلاص، فهو بيقول لي مصر مش عالية خف التطبيل، فانا المفروض بقى ايه اعمل له بلوك كده، لانه ده واحد واطي، هو اللي واطي، اللي يقول على بلده مش عالية يبقى هو واطي على طول، ده رسمي مفيش اي مشكلة. انت معلش بس انا عايز اعمل له بلوك. المهم مش عارف بطبق لمين، يعني مثلا مصر بكره الصبح هتقوم مطلعه من الاهرامات الكنز اللي في الدهب، وتاخد يا سانتي عشان انت سانتياجو بتاع باولو كويلو. الناس بقت مرعبه ومستفزه لدرجه مستحيله يعني. السؤال يا سانتي مفيش اصابات، اللعيبه قاعده بقى لها يومين، هيبان النهارده عالمي في التمرين، يعني يلعبوا بالطقم الجديد ولا ايه؟ لا يا فندم استاذ احمد بيومي، لا
الطقم الجديد الطقم السوبر هو اللي بيلعبوا بيه المباريات. ده اسمه ده اسمه يعني الطقمه دي احنا عاملينها للسوبر فقط، دي عاملينها للسوبر فقط. في اطقم جديده للسيزون الجديد، واللي انا اقصده اللي اطقم السيزون الجديد هي اللي جايه هتتلبس في السيزون الجديد مش في مباراه السوبر. سلام، ونتقابل على خير ان شاء الرحمن بالليل. تكونوا يعني كل الناس ان شاء الرحمن عرفنا كمان كل تفاصيل اكتر وبشكل اكبر بعد مباراه النصر ان شاء الرحمن. سلام.